إضافية أخرى، تم تجديد العقد بين الحكومة العراقية وشركة تريفي الإيطالية التي عملت على إعادة تأهيل وصيانة سد الموصل بعد التصدعات والتشققات التي حدثت به، حيث استمرت المفاوضات لعدة أشهر، وقد تم توقيع العقد بإشراف ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام. توقيع التمديد عقد سد الموصل بشروط جديدة لمدة سنة أخرى بعد أن أنهينا عقدا كان تنفيذه بصورة مرضية لجميع الأطراف. هذا العقد في موقع سد الموصل من العقود الخاصة جدا بسبب طبيعة المكان وبسبب ما مر على المكان من ظروف أيضا خاصة. 250 مشغلا ومهندسا عراقيا سيتولون زمام أمور أعمال الصيانة والتأهيل خلال العام القادم بعد اكتسابهم الخبرات من الشركة الإيطالية. إنه أمر مهم أن تعمل إيطاليا داخل العراق، والذي لم يحصل لولا التعاون بين الحكومة العراقية والشركة الإيطالية، وأيضا فيلق مهندسي الجيش الأمريكي. نتمنى أن يتجاوز العراق هذه الظروف بأسرع وقت. وتم إنجاز الخط الأول من الستارة الكونكريتية في أسس السد، وستنجز هذا العام الستارة الثانية. مصطفى حمدي، قناة الرشيد، بغداد.